مع حضراتكم لمقر النادي الأهلي في الجزيرة، ونتعرف من مراسلتنا هنا أبو القاسم مراسلة قناة الأهلي على آخر أخبار التدريبات وكمان أخبار الحالة المرورية للي عايز يروح النادي. يا هنا صباح الخير عليكي. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. في البداية كل سنة وانت طيبة يا نهاوند وعقبال 100 سنة. وانت طيبة يا هنا، ميرسي جدا، ميرسي. في البداية النهاردة ادى الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم راحة، وهيتم استئناف التدريبات غدا الخميس ان شاء الله. كمان في خبر حلو لكل الاهلوية، وهو ان حمدي فتحي شارك امبارح في التدريبات الجماعية وخلاص هينتظم تاني مع الفريق، طبعا بعد ظهور سلبية عينة كورونا. اما عن تدريب امبارح، فالحقيقة ان التدريب كان مركز اكتر على الجزء البدني، وكمان تم عمل تقسيمة بطول الملعب بين الفريق او زي ما بيسمى تراي ماتش، طبعا كل ده استعدادا لماتش يوم الاحد ان شاء الله امام امبي. كمان الجهاز الفني واللعيبة كلهم هيقوموا بعمل مسحة يوم الجمعة بعد التدريب، ده عشان بروتوكول وزارة الشباب والرياضة، وهو عمل المسحة لكل الفرق قبل خوض اي مباراة رسمية. اما عن الفرق الاخرى، الحقيقة ان كل الفرق تستعد لعودة النشاط الرياضي، وبدأوا فعلا في استئناف التدريبات أول امبارح، وبالفعل تحدد أول ماتش لفريق كرة السلة سيدات الأسبوع اللي بعد الجاي أمام هليوبلس إن شاء الله. دي أهم أخبار الفرق الرياضية هنا في النادي. العودة مرة أخرى للاستوديو. نشكرك جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم مراسلة قناة الأهلي، شكرا لك.